جرب حظك. الفارس الأول اللي هنسمعه في جرب حظك النهاردة ده الشاعر العاطفي الأستاذ أحمد رامي. قول لي أستاذ رامي أنت سنك كم سنة دلوقتي؟ 65 63 3. طيب باستمرار بيسموك شاعر الشباب، والحقيقة الواحد بيحس ان شعرك لغاية دلوقتي بينبض بالشباب، فتقدر تفسر لنا الظاهرة دي ازاي يبقى الواحد يعني شيخ او في سن الشيخوخة وفي الوقت نفسه قلبه في سن الشباب؟ كهل من فضلك. كهل الحقيقة ان الشيخوخة دي جامدة شوية مش كده؟ الشيخوخة من سن كام؟ 70 تقريبا. طيب أستاذ رامي فسر لنا بقى مسألة الشباب والكهولة. احنا ما نعرفش أبدا الفكر أو القلب يشيب أبدا. كل الإنسان ما عاش كل ما نضج وكل ما إحساسه زاد وكل ما أرى أكتر وفهم أكتر، فإذا لم يعبر عن عواطفه هو نفسه فلا أقل من أن يعبر عن عواطف الناس. يعني أفهم من كده أنك أنت ساعات في أغانيك العاطفية بتصور عواطف الناس مش عواطفك أنت شخصية؟ لا، الشعر حاجتين يا أستاذ طارق. أي. إما أن ينضح من نفسك وإما أن ينعكس عليك مما ترى أو تسمع أو تشاهد. أي. فإحنا يا شعراء مش كل حاجة بنقولها بتبقى بتاعتنا إحنا. أي. بتبقى بتاعة النفس البشرية، القلب البشري نفسه. طيب أظن ده كان باين في شعرك في حكاية فضلت عيش بقلوب الناس. أي. مش كده؟ بالطبع، دي بقى حالة خاصة الواحد شعر فيها بأنه محروم من العطف فأصبح يتمسح في المعطوف عليهم. رايس يعني ما روى نفسه بشيء من الرضا. وبعدين بقى يا ولدي لقى نفسه لايس. طيب أستاذ رامي، في ناس بيقولوا على الخيام انه فيلسوف متصوف، ناس تانيين بيقولوا انه فيلسوف انحلالي مثلا. لا، الخيام رجل مؤمن ايمان صادق، وكان يؤدي الصلوات ويحج، وكان يجلس مع الغزالي وينزل الملوك منزلة كبيرة قوي. ورجل فلكي كبير، لان نفس النتيجة الايرانية، التقويم الايراني نفسه اللي عامله الخيام. فده رجل له مكانته من هذه الناحية. إنما بقى ما ظهر في شعره من الحيرة في فهم الكون ومن السؤال عن الخفي من كل الأمور، دي حاجة بتنتاب كل العظماء وخصوصا أهل الفكر. أي. والرجل نفسه كانت يعني نزواته تقريبا بيقولها، ما كانش يخبيها. فالرجل نفسه كان ساعات يبقى محتار، يروح متكلم في الحيرة، يأسى على شيء فاته أو فات حد من أحبابه، وكان دايما يعبر عن عدم الاهتمام بالحياة بإشرب اطرب، يعني دي زي كانت لازمة عنده وبيصورها من هذه الناحية. إنما كونه هو رجل عرف عنه أنه يعني شرب الخمر للدرجة مثلا أن يكون مستهتر أو بتاع أو إباحي، ما فيش أبدا، ما فيش في تاريخه حاجة من دي أبدا. وفي بعض مواقف تسمع يعني رباعيها أو تقرأها مثلا تجد فيها صورة من صور الكاس نفسها، وحاجة تانية تبص تلاقيها بعيدة عن الخمرة خالص المعروفة المشروبة. طب مناسبة رمضان نقدر نسمع حاجة من شعر الخيام في التصوف اللي يؤيد وجهة النظر اللي بتقول ان هو شاعر متصوف مؤمن؟ وعندك الأهم الرباعيات اللي نقيناها في الآخر دي تغنيها للسيدة أم كلثوم دول، وفي غيرهم كتير يعني. من ضمن الحاجات اللي فيها يعني كل شيء تقريبا تمجيد للذات العلية وكلام في مسألة الإيمان هو حياته والعودة. طبعا انتهت بالتوبة. هو في آخر عمره مش حياته انتهت بالتوبة، هو في الحقيقة ما حدش عارف انه ما كانش تايب قبل ما يموت يعني، انما نعرف عنه انه في أخريات يعني أوقاته في لما شعر بدنو الأجل نفسه يعني توضى وصلى وجاب كتاب الشفاء لابن سينا. أي.
وبعدين قلب فيه شوية وأرى في الفصل اللي هو بيتكلم عن الواحد والكثير يعني في التوحيد. وبعدين الرجل نفسه طوى الكتاب وقال الجملة المشهورة جدا اللي قالها قبل ما يتوفى، وهي: اللهم إني عرفتك على مبلغ إمكاني فاغفر لي، فإن معرفتي إياك وسيلتي إليك. فكأنه هو كان عايز يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأسئلة الكثيرة من الأصل، وبعدين توفي نفسه. طب أنت فاكر بعض النصوص باللغة الفارسية يا أستاذ رامي؟ نحاول ناخد فكرة يعني. عندك المطلع المشهور الأولاني ده بتاع سمعت صوتا هاتفا في السحر. شوف، لأجل أنك تعرف يعني الصلة برضو بين الفارس وبين العربي، صح أقوله لك؟ بيقول آمد سحري، يعني سحرا. ندى يعني نداء صوت. زماي خانيما كي رند رابا تي ديفا نيما. برخيز كبر كنيم بيمان زمي زون بيش كبر كنند بيمان يما. ده يعني ايه بقى أستاذ رامي؟ ده سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب غفاة البشر، حب ملأوا كاس المنى قبل أن تملأ كاس العمر كف القدر. جميل. طيب أستاذ رامي، أنت مهتم قوي بالشعر الغنائي طبعا، وإحنا كمان مهتمين قوي بأغانينا، إيه رأيك في أغانينا دلوقتي؟ رطرتك قوي. طبعا أنا بتكلم دلوقتي من حيث المعاني، من حيث تأليف الغناء. بالطبع، من حيث كله، من حيث بيس. يعني ما تقدمتش مين؟ والله يا أستاذ دلوقتي كل ما من أمكنه أنه يوزن ويعمل أوافي بيخش في هذا الميدان، مع أن دي حاجة جامدة قوي، عايزة صبر وعايزة تسبيك وعايزة إحساس ودلوقتي أول ما الواحد من دول هم يعمل قطعة وقطعتين يبقى يدور على الإذاعة وعلى المغني وعلى التسجيل وعلى الفيلم، مع أن إحنا زمان كنا نشرمط يعني 5 سنين 6 سنين. لكن دلوقتي متعجلين قوي، وفيهم ناس ما يصحش أنهم كمان يكتبوا، لأن بيخش دخلاء. النهاردة مثلا أنا كان علي أني أبص في بعض أوراق، يعني مسابقة لاختيار قطعة عن القرض الوطني. فقريت في 6 7 ورقات كاتبين القرض بالدال. وبعدين قلت دول ناس بقى. وجايين يقدموا أغاني وكاتبين القرض بالدال. بالدال يا أستاذ، حاجة جميلة. وجاني ديك النهار برضو واحد عمال بيقول له، بقولت له ده مش موزون ده؟ قال لي لا، ده مش بخيل وجميل. قلت له يعني هما دول كفاية؟ قال لي ومشينا شوية، وبعدين قلت له ده مش موزون؟ قال لي ليه؟ ده مش 3 كلمات وده 3 كلمات. بيقسهم يعني يعني ده فدول هم لا ولا بيقروش يا أستاذ طالب. يعني أنا أعتقد إن الزجال ده لازم يقرأ شعر، مش ضروري يقرأ رجل. يقرأ رجل ليه؟ ده صحيح، لأنها موسيقى. هو إحنا مثلا أنا عملت زجل بعد ما طلعت 3 دواوين شعر. طيب أغاني زمان إيه رأيك فيها؟ إذا كان تقصد عن زمان قبل الحرب ديكها كانت أحسن من دلوقتي كتير قوي. إنما يعني الناس اللي كانوا كويسين، شوقي بيه الله يرحمه، أول يعني ما عمل أغاني لعبد الحمولي مثلا، مصطفى بيه نجيب أبو المرحوم سليمان نجيب، نفس إسماعيل باشا صبري، الشيخ أحمد الليسي، الشيخ دول هم دول كانوا بيقولوا كلام جميل جدا وأدوار حلوة وفيها معاني سامية خالص. طب تقدر تدينا مثال منها يا أستاذ رامي؟ كتير كان بيغنيهم الله يرحمه يحسن إليه إبراهيم عثمان، وبيغني منهم دلوقتي ربنا يطول عمر صالح عبد الحي. يعني في الأدوار البديعة مثلا عندك يقول له الحب رباني وعلمني الأدب وبده إيه، والصبر يحلالي على بعد الأرب معرفش ليه، صالح محبك بالوصال أحسن هلك واشفق عليه، أنت مليك ولا ملك ولا أنت إيه.
الله. ده حلوة فعلا ورقيقة قوي. اه يعني النوع ده والحاجات بتاع المطر يبكي لحالي دي. المطر يبكي لحالي وقدك امير الاغصان من غير مكابر. اه ورد خدك سلطان على الازاهر. دول هم بقى ادوار يعني اخذت وقتها. وبعدين بقى لما الدنيا تقدمت بقى وجات الحرب الاولى بقى العالمية دي بقى انحططنا بعدها بقى. زي دايما ما بيكون بعد الحروب بيبقى فيه شيء من الاباحية والانحلال فغمرنا. وبعدين يا أستاذي لما فاتت الطفرة ديكها جينا قبل الحرب اللي هي بشوية وصلحنا. وبعدين جاءت الحرب الأخيرة كسعمت الدنيا بخير. بس أنا ملاحظ متهيألي إن يعني الأغاني في أغاني حديثة كتير فيها المعاني وفيها الأسئلة وفيها الجمال يعني أغاني فيها الإحساس. آه. ضروري فيه. إنما مش بالنسبة للمطلوبة. ده اللي أنا عايزه. أي. يعني أنا بقول إن دلوقتي كان واجب يكون عندنا ناس كتير كويسين. أدي الفكرة. يعني انا مش بقول ان عصر عدم لا لنا زملاء مهمين جدا انما انا بتكلم في الكتار اللي في النطاق العام يعني. اه طب اجمل حاجه بتحبها ايه في رمضان يا استاذ رامي او ايه التاثيرات الشاعريه انت كشاعر اللي بتاخدها من جو رمضان؟ انا احب ليله وخصوصا في اخره. يعني احب الوقت اللي اشوف فيه شروق الفجر واشعر بان الواحد انتقل من الطعام الى الصيام. دي ساعة بتبقى لها روح تانية ولها تجلي عجيب خالص خالص. طيب تذكر مثلا ان الصالون الادبي كان مزدهر في مصر اكتر من دلوقتي. كان فيه صالونات واماكن بيجتمع فيها الادباء والفنانين. مفيش اديب بيجتمع باديب ابدا دلوقتي. مفيش. ليه انا اقول لك؟ علشان دلوقتي العمارات الضيقة دي هي والدنيا دي مفيش المناظر البيوت بتاع زمان دي هي والاجتماعات وكل واحد قاعد في بيته وكل واحد قيوم. وكنا نجتمع كمان في نفس المحلات العامة يعني الهادية. أي. زي كان في لبان مشهور هنا هو عند جنية الأزبكية. كان في قهوة المتاتية وكنا نزور بعض. ولما يكون في واحد يسمع عن كاتب شهير ولا حاجة وهو يكون لسه مش شعلق في الأدب الجديد يسعاله ويشجعه. وكانت نفس الجرائد بتفسح في أعمدتها علشان ننشر حاجاتنا. وكان في اغنياء بيرعوا الفقراء من الادباء يطبعوا لهم كتبهم. نعم دلوقتي ما فيش تشجيع ما فيش الاجتماعات دي ابدا. طب تفتكر بعض يعني الحوادث اللطيفه اللي حصلت في الصالونات دي او نكت بتروى على الزمن يعني؟ والله احنا كنا يعني اكثر ناس تقريبا يعني عاشقتهم انا وحبيت مجلسهم من الندوات دي كانت في حلوان. كان هناك المرحوم حافظ ابراهيم الشاعر القايل والمولحي الشيخ عبد العزيز البشري والمحمد البابلي الأديب القديم. تذكر نادرة يعني أو حادث أو كان عبد العزيز البشري الله يرحمه يحب يقفشته كتير. مرة زمان كان رمضان في الشتاء وحافظ قابلنا على رأس السلم لابس جلابية كاستور ضمات إنما عريضة أو كده وغمقة واقفة كده. قام الشيخ عبد العزيز بس يطالع في السلالم من تحت. اولا سلم نفسه كان حلزوني شويه. فقال له يا حافظ قال له ايه؟ قال له انا كل ما اجي لك بق ياكلني على الاذان. وبعدين طلع فوق اول ما شاف حافظ واقف في الجلابيه دي قال له انت لابس تحت لي حصيره؟ طب استاذ رامي اقول لك لغز شعري كده بسيط نتسلى فيه شويه. واحد يقول الا خبروني اي شيء رايتمه من الطير في ارض الاعاجم والعرب. في ارض الاعاجم والعرب. قديم حديث قد بدا وهو حاضر يصاد بلا صيد وان جد في الطلب ويؤكل. هو طويل شويه يمكن يتفهم بعد ما اقوله كله. ويؤكل احيانا طبيخا وتارة قليا ومشويا إذا دس في اللهب. وليس له لحم وليس له دم وليس له عظم وليس له عصب وليس له رجل وليس له يد وليس له رأس وليس له ذنب. ده ملوش حاجة خالص. دي أفندم؟ لا دي ألغاز دي. شيء من الطير. إيه اللي من الطير؟ اللي ملوش ملوش رجلين ولا إيدين ولا رأس ولا ديل ولا لحم ولا دم ولا عظم ولا عصب.
الطير؟ اي حاجة صعبة. شيء من الطير. شيء من الطير. البيض. البيض نار. مش البيض شيء من الطير؟ هو شيء من الطير. ومالوش الحاجات دي مش كده ولا ايه؟ مفيش لحم. لا مفيش فيه لحم. البيض فيه لحم. عمال الصفار بتاعهم ده اكيد. طب انت بتحب البيض يا استاذ رامي؟ الوقت ما باكلوش خلاص. ما تفكرناش بيه. طيب بمناسبه مثلا البيض، تقدر تقول لي كلمه ابيض ممكن ندخلها في كام كلمه في التعبيرات العاميه؟ يعني مثلا واحد قلبه ابيض. نهار ابيض. نهار ابيض وقلب ابيض، وكمان ابيض وحجازي. ابيض وحجازي. ده ايه ابيض وحجازي؟ ده جورج ابيض مع سلامه حجازي عمي. طيب يا استاذ رامي احنا هنسمعك مزيكا وتقول لنا دي ايه، تحاول تفتكر كده. طوة قديمة أو اسمها، أنت فاكراني ولا نسياني؟ ده صح طبعا. طب واحدة تانية تعجبك، أنت فاكراني أول يا أستاذ رامي؟ كل أغاني أم كلثوم تعجبك. طيب واحدة تانية. لا دي عبد الوهاب، موسيقى زينة والله زينة. طيب احنا متشكرين قوي قوي يا استاذ. عفوا يا حبيبي. متشكرين خالص. انا سعيد جدا. الفارسة اللي قدامنا دي الفنانة اللي كلكم بتحبوها لانها فنانة انسانة، السيدة تحية كاريوكا. ست تحية أفندي، أنا عايز أسألك في سؤال طبيعي قوي. يمكن السؤال ده، تفتكري ليه الإنسان بيرقص عموما؟ يعني مش الإنسان المصري أو إنسان أي دولة، وإنما الإنسان كإنسان. الإنسان إذا رجعنا من أول البداية، أي فدايما الواحد يعبر عن شعوره بالرقص. أي لانه في البدايه ما كانتش اللغه متوفره. فدي حاجه غريزه. يعني تفتكري ان الجسم اقدر على التعبير من اللغه؟ بالظبط. ليه؟ او امثله على كده يعني؟ لانه ساعات الفرح او الحزن بيخلي الواحد ما يقدرش ينطق، فبيعبر دايما او بالايدين او بالرجلين. افتكر احنا حتى لغايه دلوقتي بنعبر بوشنا ساعات. بالظبط. في لحظات الغضب او الاشمئزاز او بايدينا كده واحنا بنتكلم، وخصوصا الشرقيين او المصريين بالذات، يعني اما يبقوا حزنانين يعملوا. ده صحيح. طيب يا ستي، وانت صغيره كنت بتتوقعي انك تشتغلي راقصه؟ لا ابدا، ما كانش عندي فكره ابدا ان انا اشتغل راقصه. انما اهو الحظ او القدر، سميه زي ما انت عايز. انما كنت اتمنى ان انا اشتغل في الطب. تفتكري عملك كراقصه يعني طبع شخصيتك بطابع معين؟ او يعني اقدر احط السؤال بطريقه تانية، هل الرقص بيمنح الانسان خلقيات معينه؟ ايوه، الفنان عموما أيوة. بيبقى حساس وإنسان، ده إذا كان فنان حقيقي. يعني بتبقى الإنسانية فيه غلبة على كل صفاته.
يعني بيجد نفسه أخ لجميع البشر مثلا أو صديق لهم، ويحب أنه يبقى صديق الكل. والفنان يحب السلام دايما، يعني يحب يسعد الناس. ما هوش عدواني، ما هوش شخص عدواني. لا يعني ما افتكرش أنه عدواني أبدا، لأنه مش من طبيعة الفنان أنه يكون عدواني. الحقيقة مفروض أن الفنان في المجتمع بيؤدي رسالة ضخمة، فهو باندماجه في المجتمع وخلال فنه بيساعد على تطوير هذا المجتمع وعلى حل مشاكله وعلى خلق قيم جديدة في هذا المجتمع بتكون رائد له أو كقوة دافعة للأمام. يعني بالضبط، لأنه ده المدرسة، وفي كل الشعوب المتقدمة المسرح هو المدرسة اللي بتوجه الشعب. ده صحيح، والفنون عموما يعني. والفنون عموما. ممكن تقول لنا حكاية رغبتك في التبني، في تبني أطفال من الملجأ، يعني مبعثها إيه أو سببها إيه؟ الجمهورية كانت بتنزل طفل متصور وبيسألك هل تتبناني؟ فيوم قريت الحتة دي اللي بتكتب وبصيت لقيت نفسي بعيط، فروحت شفت الملجأ. وأنا هناك بقيت أتمنى أن يكون عندي فلوس عشان أخد كل الولاد اللي هناك. لأنه ما عندكش فكرة، أطفال أبرياء ما عملوش أي ذنب. أنا ما عرفش شعوري كان. والله أي بني آدم إنسان يعني، لأنه للأسف الإنسانية مفقودة الأيام دي، والناس المدنية خلتهم يبقوا زي المكن. فأنا مجرد ما شفت الأطفال دول ما عرفش كان شعوري إيه، اللي أنا قدرت إن أنا أفتكر أقدر أسعدهم، فقلت أخد بنت وولد. في الأول وافقوا أو بينولي إنهم وافقوا، وبعدين ما عرفش إيه اللي حصل، لغاية دلوقتي ما عرفش إيه اللي حصل. يعني تصور ان انا بعتولي جوابات ناس بيدوني اولادهم، انما انا هي مش حكاية ان انا اتبنى اي اطفال. انا قصدت بالذات دول، لانه دول هيطلعوا مشردين اكتر من اي حد تاني. الحقيقة حاجة مؤسفة ومؤلمة جدا ان تكون يعني نظرة القانون الى مثل هذه المسائل نظرة جامدة كده صخرية، فيقف حائل دون هذه المشاعر الطيبة، وانها يعني تكسي ناس بالخير هم في حاجة اليه. على حاجة فعلا يعني. ان شاء الله دي يعني احنا في تقدم. وان شاء الله يبصوا للفنان والفنانة احسن من كده. يعني ده اللي اتمناه. طيب يا ست حية، انت يعني خدت الناس معاكي زي ما انت شايفة كده في جو في شيء من التأثر. انا اسفة. معلش. والله. طيب بالمناسبة دي ازاي ممكننا نتطور بالرقص الشرقي في رأيك؟ يعني ايه اقتراحاتك بعد خبراتك؟ يعني اولا لازم الحكومة تعمل لنا معهد حكومي أي. يشرفوا عليه ناس دارسين هذا الفن، وافتكر اننا احنا عندنا شبان صغيرين طالعين عندهم المقدرة انهم يتطوروا بالرأس الشرقي بتاعنا اللي هو الرأس المصري. بلاش نسميه الشرقي، لانه كلمة الشرقي دي هي اللي لخبطته. طبعا الرأس بتاعنا خليط من كل بلاد حكمناها او حكمنا منها. احنا لازم نعمل رأسة شعبية يرقصها شبات وشبان في اي حتة، وتبقى رأسة بتاعتنا مصرية، رأسة شعبية فيها الفولكلور المصري. ودي سهلة قوي، لانه احنا رأسنا اللي بيرقصوه في الصعيد مثلا او في اسكندرية، يعني بعض المديريات او البلاد اللي ليها طابع حلو. تلاقي مثلا الاسكندرانية ليهم رأسات في الزفاف جميلة جدا. الصعيد كل مديريات الصعيد ليهم كل مديرية رأسة
ده صحيح. فده يتاخد ويتهذب طبعا ويتعمل منه رقصة شعبية زي لبنان مثلا، زي الجريج، الرومان، الهونجرواز، الروس، كل الجماعة اللي عندهم رقص شعبي يعني بتاع البلد نفسها. في عمل أدبي قريتيه وتتمني انه يتعمل في السينما؟ والله في كتير. ايوه، اللي تتمني يعني انه يتحقق على الشاشة المصرية ايه؟ من الادب الروسي القديم لتولستوي، الحرب والسلم، هاي، والمكسيم جوركي الام، واتمنى اني انا اشتغل دور الام لانه احسن رواية قدرت انا احس بيها، او لاناطول فرانس تاييس، تاييس الراهبة، ايوة، ودول افتكر مترجمين بالعربي وبيتباعوا. انت زمان يعني تعرضت لمتاعب معيشية؟ يعني الفنان في مصر ملاحظ ان هو ما بيصلش الا بعد ما يمشي مشوار طويل على الشوك، فهل انت مشيت المشوار ده فعلا؟ مشيت، ومشيت حافية كمان. انا كنت باخد 3 جنيه في الشهر، فكنت ببعت للمرحومة نينا جنيه ونص، وبعيش انا بجنيه ونص بس يوم الحد اكل لحمة، وبقيت الايام طبعا الفول، او كنا بنتشارك فنانين يوم الماتينيه كل واحد يدفع 3 ساغ، وعم خليل الماشينيست يعمل لنا حلة عظم هو كان بيسميها لحمة. فتأكد كنا عايشين كويسين قوي، يعني كنا سعداء لانه الواحد كان عايز يعيش، عايز يوصل بأي شكل من الاشكال. طب هسمعك بعض مقطوعات موسيقية، كل واحدة منهم فيها اسم من الاسماء وتقول لنا دي ايه. ده سرق المعزه. ده مين هو بقى عشان نعرف الاسم؟ حسن ابو علي. حسن ابو علي سرق المعزه. والمعزه؟ والمعزه بيضة بيضة. طيب واحدة تانية. جرب يا عويس وتعالى. كمان بهية وخبريني. يا بهية وخبريني صح. يا حسن يا خولي. يا حسن يا خولي. لسه كمان اسماء. هو لسه عزيزة. طيب برافو. ودلوقتي الجمهور كله اظن يعني يحب يوجه تحية للست. تحية مشكورين جدا. شكرا والى اللقاء.